السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء، حلقة جديدة نتكلم فيها عن الدوري الإنجليزي الممتاز ومباريات الأمس في السبت الممتاز. طبعا كلنا شاهدنا مباريات كتير جدا امبارح في الدوري الإنجليزي، ولكن أبرز المباريات دي كانت فوز تشيلسي على كريستال بالاس برباعية نظيفة، وطبعا أداء بدأ لامبارد إن هو يحط رجله على الطريق الصحيح مع نادي تشيلسي. وطبعا بداية سكة الانتصارات تاني مع تشيلسي كانت مهمة جدا، لأن كان فعلا ميدو هيبقى عنده حق وهيحلق شعره لو لامبارد ما أكلش، ولامبارد لو كان مشى بالشكل ده كمان ماتشين تلاتة كان هيقال، ولكن هنشوف لامبارد هيكمل ولا ميدو هيطلع عنده حق. وأنا لحد الآن شايف إن فعلا ميدو عنده حق، لأن الراجل ده جات له كل العناصر اللي هو محتاجها، وحاليا برضه في تخبط في الأداء وفي سوء نتائج واضح جدا، وحتى الأداء مش كويس. المباراة التانية كانت مباراة ايفرتون وبرايتون، واللي انتهت 4-2 فوز كاسح لنادي ايفرتون. وطبعا ايفرتون الحلقة دي انا اصلا طالع اتكلم عن ايفرتون وعن انشيلوتي وحلاوة انشيلوتي وخامس رودريجيز وكليفرت لوين وريتشارلسون والناس الجميلة الطيبة ديت اللي متصدرين الدوري حاليا في الدوري الانجليزي. كرة جميلة، مفيش ماتش بيخلص اقل من 4 و5 و6 والدنيا زي الفل وماشي حلاوه معاهم. ولكن رودريجيز من ساعه ما جه ساهم في 6 اهداف في 4 مباريات، الناس عندهم دلوقتي 12 نقطه من 4 مباريات، الراجل ده مساهم في 6 اهداف، احرز 3 وصنع 3. الموسم اللي فات كله كان مع نادي ريال مدريد، لعب 14 مباراه جاب هدف وصنع هدفين. يعني من الاخر كده الراجل ده بيعيد اكتشاف نفسه مره اخرى بالأداء وبالنتائج وبالمجهود في الملعب، فارق جدا مع فريق إيفرتون السنة دي. الفريق كله ماشي بشكل كويس جدا، نتمنى الاستمرار عشان الدوري يولع أكتر، وننساش إن فرقة إيفرتون دي كانت في يوم من الأيام بتنافس على الدوري وبتنافس على دوري الأبطال والكلام ده كله. فرقة كانت كبيرة وكانت دايما في التوب 6 زي ما بيقولوا، ولكن الفترة اللي فاتت كانت بعيد، ولكن السنة دي شكلها كويس جدا هي وليستر سيتي، وطبعا مفاجأة الليلة ومفاجأة الحفلة زي ما بيقولوا ليدز يونايتد يتعادل مع مانشستر سيتي، وجوارديولا يخسر كمان نقطتين في سباقه اللي هيبقى صعب جدا السنة دي مع ليفربول وايفرتون وليستر. ومن بعيد كده ممكن نشوف ارسنال، الله اعلم مين اللي هيكمل في مسابقه الدوري. يعني كده كده مانشستر سيتي هيكمل للاخر وهيبقى من المنافسين على الدوري، ولكن المنافسه شكلها هيبقى صعبه. وامبارح انا قلت محدش يطمن لفوز مانشستر سيتي على ليدز، لان ليدز هيعمل المفاجاه، وحصلت المفاجاه وليدز قدر يتعادل مع مانشستر سيتي، ومدرب ليدز المجنون ده هيعمل حاله السنه دي في الدوري الانجليزي بليدز. وليدز خلاص قاعدة في الدوري، يعني قاعدة وماسكة في الدوري بإيديها وأسنانها، وبتفكرنا بانطلاقة شيفيلد السنة اللي فاتت. فليدز السنة دي أحلى وأحلى، كرة هجومية ما بتدفعش، فرقة غير متوقعة جدا في الدوري. وقلت لكم امبارح محدش يثق في فوز السيتي، وبلاش السيتي تخدعك، لأن ليدز هي فعلا حصان أسود السنة دي مع إيفرتون اللي شكله جامد، ولكن إيفرتون معاه لعيبة من سنين وفي الدوري من سنين، ولكن ليدز بقاله 20 سنة في الدرجة التانية. فكون انه يطلع ويفاجئنا بالشكل ده، يخسر مباراة واحدة تعادل مباراة يكسب مباراتين، والمباراة اللي بيتعادل فيها وبيخسرها مع السيتي وصيف الدوري وبيتغلب من بطل الدوري، فدي نتائج مقبولة جدا من فرقة لسه طالعة من الدوري الدرجة التانية معهاش ولا نجم معروف، كل اللعيبة مغمورة ولعيبة كويسة جدا عندها كرة تقدمها. بس دي كانت أهم الحلقة، أهم الأخبار في الدوري الإنجليزي. كنت طالع أتكلم عن خامس رودريجيز وتألقه، ولسه مستني منه كتير وكتير، وكنت راح أكابتنه في الفانتازيا، ولكن يا خسارة ما كابتنتوش، والحمد لله على كل حال. طبعا لو مرة زورنا في القناة هي تنزل تخبط لايك للفيديو، وطبعا تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.